واحدة من أغرب قضايا الرأي العام، 5 أفراد مقتولين من عيلة واحدة، وبرغم كمية المعلومات في القضية دي إلا إنها اتأيدت ضد مجهول. مذبحة الرحاب، القصة الكاملة. 2018، المهندس عماد سعيد عايش في فيلا في الرحاب مع زوجته وفاء ومع أولاده التلاتة محمد ونورهان وعبد الرحمن، عيلة مترابطة وطبيعية جدا. المهندس عماد اتجوز من وفاء من 23 سنة، وحياتهم بتتطور دايما للأحسن، لأن المهندس عماد كان شغال في تجارة الأعمال الحرة ومحقق نجاح كويس جدا، وعندهم ابنهم الأكبر محمد وعنده 22 سنة، ونورهان عندها 20 سنة، وعبد الرحمن عنده 17 سنة. تعليمهم وحياتهم كانوا كويسين جدا، والأب كان مرتبط جدا بأولاده، وكان طول الوقت بيفكر مع زوجته مدام وفاء في كل حاجة تخص أولاده ومستقبل أولاده. في آخر شهر إبريل من سنة 2018، مدام وفاء وأولادها الثلاثة كانوا عند والدتها في الشرقية، وكانوا بيزوروها وهيتغدوا معاها، وبعد ما خلصوا الغداء قعدوا شوية مع بعض، والأولاد قعدوا مع جدتهم وخلصوا اليوم ورجعوا تاني على القاهرة. وأول ما وصلوا الفيلا بتاعتهم في الرحاب كلموا جدتهم وطمنوها إنهم وصلوا بالسلامة. ويوم السبت الوالدة تتواصل مع وفاء زي كل يوم، يطمنوا على بعض ويتكلموا مع بعض شوية، وفي نفس اليوم إخوات وفاء كمان كلموها علشان يطمنوا على بعض. ونفس الموضوع حصل يوم الحد، ولأن العيلة كانت عارفة إن محمد ابن وفاء الكبير اللي عنده 22 سنة كان بيستعد علشان الامتحانات في الجامعة الأمريكية، وكانوا عارفين إن وفاء قلقانة جدا على ابنها وكانت بتحاول تسنده بكل الطرق علشان ينجح في الامتحانات، لحد ما يجي يوم الاثنين. أخت وفاء كانت بتكلمها بشكل طبيعي جدا اليوم ده، وبعد ما تمر دقايق وفاء تطلب منها إنها تنهي المكالمة لأن التليفون بتاعها هيفصل شحن، وإنها بعد ما تشحن التليفون شوية هترجع تكلمها تاني. والدة وفاء اتصلت بيها على الساعة 5 علشان تطمن عليها، واكتشفت إن تليفون بنتها مقفول، فاتصلت على بنتها التانية اللي قالت لها إنها كانت بتكلم وفاء، وإن وفاء قالت لها إن تليفونها هيفصل شحن وإنها هتشحن التليفون شوية وهترجع تكلمها. وهنا الأم اطمنت لأنها على الأقل عرفت هو تليفون وفاء مقفول ليه. وفي نهاية اليوم وتحديدا الساعة 10 بالليل الأم ترجع تاني تتصل بوفاء، فتلاقي التليفون برضو مقفول، وترجع تكلم الأولاد وتلاقي تليفوناتهم برضو مقفولة، وبعدها تتصل بالمهندس عماد زوج مدام وفاء وتكتشف ان التليفون برضو مقفول. والدة وفاء توقعت هنا ان التليفونات مقفولة علشان محمد عنده امتحانات، والامتحانات دي كانت مهمة جدا وكانت بتتكلم عنها وفاء طول الوقت، فعلشان كده كان التوقع الأقوى إنها قفلت التليفون علشان يعرفوا يركزوا في المذاكرة والامتحانات، وده برغم إن سلوك أول مرة يحصل من وفاء. ويمر يوم الثلاث ويوم الأربع والوضع زي ما هو، كل تليفونات العيلة مقفولة، وأي حد حاول يتواصل معاهم بأي شكل برضو التليفونات مقفولة، لحد ما يجي يوم الخميس ويمر اليوم بطوله، وبرضو محاولات الاتصال بالعيلة فشلت، لحد ما تيجي الساعة 11 بالليل. والد وفاء يحس بقلق شديد لأن ده مش طبع وفاء تماما، وإنها تفضل طول الوقت ده ما تحاولش حتى تكلم والدها ووالدتها علشان تطمن عليهم او على الاقل تطمنهم على نفسها. فوالد وفاء يقترح ان والدتها تنزل على القاهرة وتروح لها على الفيلا علشان تطمن عليها بنفسها، ولان كانت الساعة 11 بالليل فقرروا انهم يسافروا تاني يوم الجمعة الصبح على فيلا الرحاب. الوالدة تتحرك الصبح بدري علشان تلاقي عربية العيلة واقفة برة ونظيفة، لكن عجلات العربية او اطارات العربية نايمة خالص، وتكتشف كمان ان نور الفيلا كله مقفول ومفيش اي صوت طالع من جوه. ولما تقرب اكتر تلاقي الكلب الخاص بتاع العيلة عمال يهوهو بطريقة غريبة وكأنه عايز يقول لوالدة وفاء حاجة. الوالدة قربت على الفيلا وبدأت تشم ريحة غريبة، وكان معاها في نفس السفرية دي اخو وفاء، واللي قال انه شم نفس الريحة بالظبط.
في نفس اللحظة دي يظهر البواب واللي يقول لوالدة وفاء ان العيلة كلها خرجت من 4 ايام لكنهم ركبوا عربية تانية غير العربية بتاعتهم، وانهم من ساعة ما خرجوا ما رجعوش تاني. وبعدها ظهر فرد من افراد الامن في منطقة الرحاب، ولما سألتهم عن سبب وجود الريحة الغريبة دي قالوا لها ان احتمال يكون في حيوان ميت قريب من المنطقة وهو السبب الرئيسي في ظهور الريحة دي. الوالدة اتصلت على والد وفاء في الشرقية وكلمت كمان بنتها التانية وقالت لهم انها واقفة قدام الفيلا في الرحاب وان مفيش اي حد خالص جوه، لكن في ريحة غريبة طالعة من الفيلا وانها قلقانة ومش عايزة تتحرك من هناك. الوالد قرر انه هينزل بسرعة على القاهرة ويطلع على اسم شرطة الرحاب ويوصل هناك ويعمل محضر بتغيب بنته وفاء وتغيب عيلتها كلها. وبعد ما خلصوا المحضر رجال الامن طلبوا منهم انهم يتحركوا ويسافروا على الشرقية وانهم هيبدأوا في شغلهم على طول ويحاولوا يعرفوا سبب تغيب واختفاء وفاء وعيلتها ايه. وتاني يوم الام ما تقدرش تقعد وتنزل على اسم شرطة الرحاب تاني علشان تطمن وتعرف في اي جديد حصل في موضوع بنتها ولا لا، علشان تقابل رجال الامن ويقولوا لها ان المهندس عماد عنده شقة تانية في منطقة الرحاب، الشقة دي كان واخدها للاستجمام وانه غالبا واخد العيلة وراح وقعد هناك شوية، وان الامن رصد تليفونه واكتشفوا انه هو عمل مكالمة من نص ساعة بالظبط، وده معناه انه على قيد الحياة وان مفيش اي حاجة مقلقة حصلت. الام استغربت الكلام اللي بيتقال لكنها ما كانتش عارفة ان دي كانت اول خطوة في بداية التحقيق في مذبحة الرحاب. عايزين يعرفوا ردة فعل الام لما تعرف ان عماد عايش ايه. رجال الامن بعد ردة فعل الام طلبوا منها انها تمشي وترجع تسافر تاني على الشرقية لانها ست كبيرة ومش هتستحمل القعدة طول اليوم، ووالدة وفاء تقتنع بكلامهم وترجع تسافر على الشرقية. واول ما توصل البيت ويمر ساعة واحدة بس يرن تليفون البيت ويرد الوالد على التليفون علشان يلاقي رجال الامن بيطلبوا منه انه يجي بسرعة على اسم شرطة الرحاب في اسرع وقت. والد وفاء عرفهم انه في اللحظة دي بياخد جلسة اكسجين لكنهم قالوا له انه لازم يتحرك بسرعة، ولما حسوا انه ممكن ما يبقاش مدرك اللي حصل اضطروا يقولوا له ان بنته اتقتلت. اتحركت العيلة بسرعة على منطقة الرحاب، واول ما وصلوا يكتشفوا المفاجأة الاكبر ان مش بنتهم بس اللي اتقتلت، دي العيلة كلها ماتت، وان الجثث كلها كانت بدأت تدخل في مرحلة التعفن. واكتشفت العيلة كمان انهم مش اصحاب اول بلاغ لاختفاء العيلة، لان كمان اصحاب محمد في الجامعة وفي الجيم كمان عملوا بلاغ بالتغيب لانهم ما شافوش محمد طول الاسبوع اللي فات. ولما راحوا على الفيلا علشان يطمنوا على محمد وصفوا اللي شافوه بالظبط زي ما والدة وفاء قالت في محضر الشرطة. ونبدأ أغرب أحداث صعب نسمع عنها إلا في الدراما. بعد البلاغات الكتير اتحرك رجال الأمن على فيلا الرحاب ويفتحوا الباب علشان يتصدموا من المنظر، العيلة كلها مقتولة بالرصاص وفي أماكن مختلفة داخل الفيلا. الأم لقوها مقتولة في الكنبة على الصالة وكانت ماسكة في إيديها تابلت، والابن الكبير محمد لقوه ميت في المطبخ، والأخ الأصغر عبد الرحمن لقوه ميت قدام باب غرفة أختهم نورهان اللي لقوها ميتة برضو على سريرها في اوضتها. وفي الاخر لقوا المهندس عماد كمان ميت على سريره في اوضته ومحطوط على وشه مخدة، وجنب جثته موجود مسدس وخزنة طلقات مرمية على الارض، ومن الواضح انه تم الاعتداء عليهم في اوقات متقاربة. منظر صعب جدا، وللأسف يكتشف رجال الامن ان مفيش كاميرات مراقبة موجودة في الفيلا، ويبدأ خبراء المعمل الجنائي في العمل على طول. ومجرد ما يتم الاعلان عن القضية دي ونشر صور العيلة يتم تحويلها لقضية رأي عام لبشاعة الحادثة دي، وأطلق عليها مذبحة الرحاب. وكان التوصيف الأول للقضية دي إنها قضية انتحار، إن الأب قتل عيلته بالرصاص وبعدها قتل نفسه هو كمان بالرصاص. والتوصيف ده كان توصيف إعلامي بدون أي دليل جنائي عليه، وده لأن الأب شغال رجل أعمال، فتوقع كتير من الإعلاميين والصحفيين إن الوالد تعرض لضائقة
مالية وان الديون تراكمت عليه وانه ما بقاش عارف يتصرف ويعمل ايه، فقرر ان ينهي حياته وحياة عيلته. لكن طبعا خبراء المعمل الجنائي والطب الشرعي اثبتوا عكس كده تماما وقالوا انها جريمة قتل مش انتحار. ومن الحاجات الغريبة في الفيلا ان مفيش اي اثار عنف سواء في الدخول او في الخروج من الفيلا، وكمان مفيش اي اثار سرقة واضحة على محتويات الفيلا، يعني الجريمة دي قتل بهدف القتل. خبراء المعمل الجنائي لقوا خزنة السلاح اللي تم استخدامه في الجريمة، والسلاح ده غير مرخص، وتم استخدام 11 طلقة نارية، وتم حصر 11 فارغ للطلقات النارية دي. واللي أثبت المعمل الجنائي والطب الشرعي ان افراد العيلة كلها تم قتلهم بالرصاص، ودي كانت اول نقطة غريبة. تم اطلاق 11 رصاصة على العيلة ومفيش اي حد من الجيران سمع اي حاجة. والطب الشرعي اثبت ان عملية القتل تمت من 4 ايام من قبل اكتشاف الجريمة، وان الجثث كلها كانت بدأت تدخل في حالة تعفن، وان تم قتلهم في اماكن مختلفة، وبعد القتل تم تحريكهم لاماكن تانية. واثبت الطب الشرعي كمان ان تتابع عملية القتل او السيناريو اللي تم في عملية القتل حصل كالتالي: اول ضحية كانت وفاء وتم قتلها بالقرب من الكنبة اللي كانت قاعدة عليها، والضحية التانية كانت محمد وتم قتله في المطبخ وهو واقف والطلقات كلها كانت في ظهره، وبعدها اخوهم الصغير عبد الرحمن مقتول قدام باب غرفة اخته نورهان والطلقات النارية كلها في ظهره، ومن الواضح انه كان بيجري بيحاول يستخبى في الأوضة. وبعدها نورهان مقتولة على سريرها في غرفتها بطلقة واحدة بس، واخر واحد كان المهندس عماد مقتول على سريره في غرفته ومحطوط فوق وشه مخدة. واكتشف المعمل الجنائي ان السلاح موجود جنب جثته، وان في كمان بندقية صيد موجودة في نفس الغرفة. واثبت الطب الشرعي ان العملية كلها تمت ما بين اذان العصر واذان المغرب، وانها استغرقت من 5 ل10 دقايق بس. ومع مطابقة الأدلة وتقرير الطب الشرعي وكلام الشهود اللي أثبتت إن وفاء كانت فعلا بتكلم أختها في حدود الساعة 3:10، وإن آخر رسالة صوتية أرسلها المهندس عماد من على الواتساب عنده كانت الساعة 3:30 العصر، وبعدها التليفونات كلها اتقفلت. والرسالة اللي أرسلها المهندس عماد لصديقه كان محتواها إنه هو محتاج فلوسه ضروري، فواضح إن المهندس عماد كان مسلف الشخص ده فلوس وكان بيحاول يسترد الفلوس دي، وعلشان كده في ناس كتير توقعت إن المهندس عماد كان بيمر بضائقة مالية وهو ده السبب اللي خلاه ينتحر ويقتل عيلته كلها. لكن التحريات والشهود كلهم أثبتوا عكس الكلام ده تماما، وإن المهندس عماد كان في حالة مادية ميسورة برغم تضارب الأقوال كتير بخصوص المهندس عماد تحديدا. وتم التحقيق مع 26 شخص، وتم التحفظ على 8 أشخاص كانوا متهمين بشكل رئيسي في القضية دي. واكتشف رجال الأمن من خلال التحقيقات إن المهندس عماد مأجر الفيلا دي من 1.5 سنة بالظبط، وإنه بقاله أكتر من 6 شهور ما بيدفعش الإيجار للمالك الأصلي للفيلا، وده كان عامل مشكلة مع صاحب الفيلا. واكتشف الامن كمان ان حتى العربيات اللي كان يمتلكها المهندس عماد طلعت كلها متأجرة، وكمان ما كانش فيه فلوس ايجار بتدفع للعربيات دي، وان المهندس عماد كان وعد كل الناس اللي كانت مديناه بالفلوس ان يوم 30 ابريل من نفس السنة هيسدد كل الفلوس اللي عليه ليهم. انتشرت اشاعات كتير ما بين ان الوالد شغال في تجارة غير شرعية وده السبب في قتله وقتل العيلة، واشاعات تانية تقول انه كان شغال في تجارة الاثار، واشاعات تالتة تقول انه كان شغال مع عصابة كبيرة متخصصة في تخصيص الاراضي. وكل الكلام ده لم يتم اثباته قانونا تماما، ومفيش اي دليل واحد بس يثبت صحة اي اتهام من التهم دي. وفي نفس التوقيت تلاقي عدد كبير برضو من الشهود بيقول عكس الكلام ده تماما، بيقول ان المهندس عماد رجل خير جدا وكان محترم جدا مع كل الناس اللي حواليه، وكانت تعاملاته المادية محترمة جدا مع كل الناس. لكن للأسف مفيش دليل واحد بس يقدر يساعد رجال الأمن على القبض
على المتهم الرئيسي والمتهم الصحيح في قتل 5 أفراد من عيلة واحدة بالشكل ده. قضية إلى الآن ما تحلتش ولسه في التحقيقات، مليانة كمية أسرار وغرائب صعب جدا نصدقها، لكن للأسف كلها حصل. سلام عليكم.